طب واجن يا جماعه نلم يا رجاله معايا هو رماله في الحر في الصفحه دي رماله حي لا ماشي حر يعني بره المركب خالص كلامنا بننزل بسم الله الرحمن الرحيم انت لما بياخد معاك بتسيب له لازم عشان ما يرقمش عليك صلي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ماشي خلي بالك الخيط نقط ممكن يجيب اديني يا اخي اديني هو نظف عندي برضه بعد عن حب الفروس كله جوه شيل منه زي طلي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ساكن ده تحتينا اهو تحتينا هو ده في واحد هو تحتينا هو ده هو ده هو ده اللي ضرب اللي رمي خيط يرفعه بس يا جماعه انت خد بتاعك انت لما كده عشان هيلف يجيب الحصان انا معايا وجنه طويله لو حد عايز ما شاء الله الله اكبر انت معاك حاجه يا ريس ولا انت اصلا هو في سمكه لا انا رامي الخيط ممكن يكون هو جاب الخيط سيبه سيبه سيب سيب كل الخيطان دلوقتي ماشي في حاجه جابت لي زيت يا جماعه ماشي 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 سايب 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 اه سايب قعدت مع التاني في ساعه يا راجل هو جاب الخيطان كده جاب الخطان ابن الكلب ماشي سايب خليك مسايب يا ابن الحرام نفع من حد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خد كذا دور هوبا لف حوالين البروسي طلع لي حبيب البروسي يا عم حسن تعال بسرعه يا حسن تصور انت تطلع تصور بس ناخد منك الناحيه دي احسن هم لا في الناحيه الثانيه خد خد الموبايل من اي ناحيه بص على تعال بس خلي بالك على الموبايل اهو يا ابني كنت حط رجلك فوق واطلع هو من اسرك انا ما اديب الموبايل خد يا خلاص السلام يا ولدك عاش على لي يا رحم عاش وحشتني يا راجل حسن عشان ما الوجع شكم بقول البروسي بس يا جدع اللي بيقول لك عشان تطلع الشوكه الشوك كده صلي السلام يا عم بوظ لي يا راجل عاش عاش عليك يا ريا ايه يا جو ايش انا بصور فيديو كده كده اللي ماسك الجلب كله اللي انا مش عايز اتعافى عليه الجلب الصغير الجلب الصغير لو اتنطر من حلقه بلع نعم يا ريس هيسالكوا لك اهو هات لي يا والنبي بنسى من تحت